أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، متقلبة الاتجاه بين الحين والآخر، والهواء الكوس يعود مجددا مساء يوم الغد، ويعود الإحساس بالرطوبة خاصة على المناطق الساحلية. عودة الكوس راح تكون مؤقتة ليوم الجمعة بإذن الله، بعد ذلك يقلب الهواء إلى شمالي غربي. الرياح خفيفة إلى معتدلة من 8 إلى 28 كيلو متر في الساعة، والبحر راح يكون خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم، فالأجواء جدا مناسبة. أجواء حارة مستمرة ويانا لعدة أيام، درجات الحرارة ما راح تنخفض عن 35 درجة مئوية إلا مع نهاية هذا الشهر أو في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري. حاليا درجات الحرارة تتراوح ما بين 38 إلى 40 درجة مئوية وال 41 درجة مئوية خلال الأيام الخمسة القادمة. مع عودة الهواء الكوس أعزائي المشاهدين تعود السحب مجددا على بعض المناطق، لكنها سحب عالية تستمر ويانا لعدة أيام. بعد ذلك مع عودة الرياح الشمال غربية في يوم الجمعة بإذن الله يرجع الجفاف وترجع أيضا السماء الصافية مجددا. حتى نهاية اليوم بإذن الله الرياح خفيفة المعتدلة من 8 إلى 28 كيلو متر في الساعة، السماء صافية اليوم بإذن الله، لكن خلال الأيام القادمة في فرص لعودة السحب على بعض المناطق. أجواء حارة نسبيا، درجة الحرارة حاليا 31 درجة مئوية في مدينة الكويت، الرطوبة النسبية متراجعة بعض الشيء حول 15%. الرؤية الأفقية ممتازة أكثر من 12 كيلو متر. صور الأقمار الصناعية بين السماء خالية من السحب اليوم، لكن مع عودة الهواء الكوس ترجع بعض السحب مجددا خلال الأيام القادمة على بعض المناطق في الكويت بإذن الله. حتى نهاية اليوم الرياح خفيفة إلى معتدلة من 8 إلى 28 كيلو متر في الساعة، شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه. أثناء تقلب اتجاه الرياح في فرص الهواء الكوس خاصة على المناطق الساحلية، الإحساس بالرطوبة راح يكون ضعيف أو خفيف فقط محصور على المناطق الساحلية. درجات الحرارة تتراوح ما بين 24 إلى 28 درجة مئوية، راح نحس ببرودة خفيفة أو إحساس معتدل يميل للبرودة في المناطق الغربية من البلاد خلال هذه الفترة، وأيضا في المزارع الشمالية والجنوبية. أيضا درجات الحرارة في الجزر تتراوح ما بين 29 إلى 32 درجة مئوية الصغرى. الأجواء تميل للبرودة قليلا في الفترات المتأخرة من الليل والفجر خارج المدينة. سواحلنا الجنوبية تتراوح ما بين 24 إلى 28 درجة مئوية. منتصف نهار يوم الغد أجواء حارة نسبيا، درجات الحرارة بوجه عام تتراوح ما بين 35 إلى 39 درجة مئوية في أغلب المناطق. الرياح راح تكون شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه من 8 إلى 28 كيلو متر في الساعة. الإحساس بالرطوبة راح يكون ملحوظ ابتداء من مساء يوم الغد على المناطق الساحلية. الرياح خفيفة راح تستمر ويانا خلال النهار وأيضا خلال المساء، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلو متر في الساعة. مساء يوم الغد الإحساس بالرطوبة يكون ملحوظ أكثر خاصة على المناطق الساحلية، مع سماء صافية تقلب اتجاه الرياح راح يكون ملحوظ أكثر مساء يوم الغد. سرعة الرياح من 8 إلى 26 و 28 كيلو متر في الساعة مع سماء صافية وبحر خفيف إلى معتدل الموج. ارتفاع الأمواج يوم الغد من 1 إلى 3 قدم، الفترة هذه من فترات الفساد، وأيضا خلال الأيام القادمة ارتفاع الأمواج راح يكون من 1 إلى 3 إلى 1 إلى 4 قدم. المد الأول بإذن الله باشر الساعة 5:36 دقيقة صباحا، والمد الثاني الساعة 9:29 دقيقة مساء، والجزر الأول الساعة 12:35 دقيقة صباحا، والجزر الثاني الساعة 2:07 دقائق الظهر. المواقيت بإذن الله أذان الفير راح يكون إن شاء الله الساعة 4:28، والشروق الساعة 5:47، والمغرب الساعة 5:22 دقيقة. أما الطقس المتوقع خلال الأيام الخمسة القادمة، الأجواء الحارة راح تستمر ويانا لعدة أيام خلال فترة النهار، تتراجع بشكل بسيط خلال فترة الظهيرة خلال الأيام القادمة بسبب الهواء الكوس، لكن بعد عودة الرياح الشمالية الغربية في يوم الجمعة ترجع درجات الحرارة تتراوح ما بين 39 إلى 40 وال 41 درجة مئوية. درجات الحرارة ما راح تتراجع عن 35 درجة مئوية إلا مع نهاية الأسبوع الأخير أو في الأسبوع الأخير تحديدا من الشهر الجاري. الرياح خفيفة إلى معتدلة باشر شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، مع نهاية يوم الغد يقلب الهواء إلى كوس من 8 إلى 28 كيلو متر في الساعة. سرعة الرياح 39 العظمى والصغرى 22 درجة مئوية. عبور السحب يبدأ تدريجيا في يوم الأربعاء ويستمر حتى يوم الخميس، والعظمى تتراوح ما بين 38 إلى 39 درجة مئوية في يوم الأربعاء والخميس، والصغرى تتراوح ما بين 20 إلى 23 درجة مئوية. أجواء تميل للبرودة قليلا في المناطق طبعا الخارجية خارج المدينة في المزارع والشاليهات، والهواء الكوس راح يستمر خفيف إلى معتدل من 6 إلى 28 ومن 8 إلى 28 في يوم الخميس. في يومي الأربعاء والخميس عبور لبعض السحب، والبحر راح يكون خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم. يقلب الهواء إلى الشمال الغربي في يوم الجمعة، الإحساس بالرطوبة راح يقل، راح يكون محصور على المناطق الساحلية في يومي الأربعاء والخميس
الخميس، لكن يوم الجمعة بإذن الله تتراجع نسب الرطوبة، ترتفع الحرارة شوي خلال النهار من 40 إلى 42 درجة مئوية والصغرى 23، ومن 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة سرعة الرياح الشمال الغربية، وتستمر حول هذه المعدلات من 8 إلى 30، والحرارة تتراوح أيضا ما بين 40 إلى 42 درجة مئوية العظمى في مدينة الكويت، السبت 40 والصغرى 24 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، الأجواء مستقرة والرياح خفيفة لمعتدلة السرعة بوجه عام، راح تستمر ويانا لعدة أيام، فرص لعودة الهواء الكوس والرطوبة أيضا، لكن الإحساس فيها راح يكون على المناطق الساحلية أكثر. أجواء حارة راح تستمر، درجات حرارة تتراوح ما بين 38 إلى 40، درجات الحرارة ما راح تتراجع عن 35 إلا بنهاية الشهر الجاري. نشرتنا الجوية تنتهي، ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم.